عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم، اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم سيوات ليلى وسلمى الاميريه. ندير معكم واحد الوصفه سهله اليوم، هي الزيتون مشرمل او الزيتون بالصلصه. كندير شويه الزيت في المقله، كنلوي عليه شويه ديال التحميره او البابريكا، تنخلي الزيت يسخن شويه وكنلوي عليه التحميره باش تعطي اللون ديالها، باش كتعطي داك اللون الاحمر مزيان. المهم كيسخن الزيت مزيان، كيسخن الزيت مزيان، كنكب نص الصلصه هكاك، شي كاس ونص ديال الصلصه ديال المطيشه او ديال الطماطم، هي رانا كنت صايبتها. اللي بغى الطريقه ديالها الرابط ديالها في القناه. غتقلبوا على الصلصه هادي، حتى هو معجون ديال المعدنوس والقزبر القزبر والثومه بزيت العود شويه الملحه، حتى هو كيجي واعر، كيبقى في الثلاجه حتى 20 يوم غير تحت في الثلاجه بلا فريكو بلا والو. كنديروا سويد المعزون ديال المعدنوس والقزبر والثومة أو ريقة سيدنا موسى. المهم كنحركو هاد الصلصة هادي، كنديرو فيها الملحة، شوية ديال البزار، كنحركوها مزيان. إي راه مطيشة كتكون طيبة، هاديك المعدنوس والقزبر كيكونو مطحونين مزيان مع الثومة. كنحركوهم حتى تطلابق تطلق شويه، هانتوما شويه ديال الهريسه، هي شويه ديال الهريسه كترتش، اللي بغى شويه ديال الحار. صافي كنحركوهم مزيان، تبعوا بهذه الطريقه. غادي نزيدو شويه ديال الماء، يعني شويه الماء يكون سخون ما يكونش بارد، يكون مغلي. دائما تكونوا شويه الملحه، دائما تكونوا طيبوا، تبغوا تزيدوا الماء او تزيدوا كما تنقولوا الروا او البلول، دائما يكون طيب. كنديروا شويه الماء دافي سخون مزيان، يعني مغلي، بس كنحركوا مزيان حتى كتطلبق لينا الصلصه مزيان. سمحوا لي راه الصوص شويه باح. كندير جلافه ديال الزيتون، ها هو حلو، يعني محلين وملحين ومنسمين وبريقه سيدنا موسى والحامض والثومة والزعتر. صافي كنبقى نحرك فيه حتى داك الزيتون يشرب ديك الصلصة ديال الطماطم وديك النسمة ديال الحار والمعدنوس والثومة، وغنقدمو مع الغداء أو العشاء اللي كاين مع الوجبة اللي دايرين. شوية ديال اللحم بخر، شوية الخضرة، وقبلو علينا ومرحبا بكم، وشكرا المتابعة ديالكم.